تعالى نتكلم على منتخب السنغال. منتخب السنغال اللي بدأ كده تظهر نغمة داخل السنغال تحديدا للجماهير، وغضب كبير جدا على آلي سيسي وطلب رحيل آلي سيسي. دي أول مرة نسمعها داخل السنغال. يمكن بعد النتائج السلبية اللي حصلت في بطولة أفريقيا النسخة الماضية بدأ يكون في بعض الغضب من جماهير السنغال، ولكن قالوا نصبر على سيسي، والراجل جاب لنا أفريقيا بعد غياب، وصلنا كأس عالم، عمل إنجازات كبيرة، مدرب وطني. ولكن الخلافات بدأت تكبر وتكبر وتكبر بين آلي سيسي وبين اللاعبين. يمكن كانت موجودة في الفترات اللي فاتت ولكن ما كانتش بتظهر للإعلام، لكن بدأ اللعيبة تحس إن لا، هو مشاكل مع أكتر من حد بدأ يظهر ده للإعلام. بدأ الجماهير السنغالية تقول لا، معنا كده مدرب عامل خلافات مع اللاعبين زي ساديو ماني نجم من نجوم المنتخب السنغالي، وكمان مفيش نتائج إيجابية ونفقد صدارة المجموعة لحساب بوركينا فاسو، فأكيد ده بيكون صعب. وفي أول لقاء تعادل مع بوركينا فاسو في آخر الثواني، اللقاء الثاني قدر يفوز بالعافيه، ولكن قدر خسر كمان، ما قدرش يفوز في اخر اللقاء الاخير غلبوا بروندي، اتغلب كسب 3 بتاعت كسب بروندي اللقاء الاخير امام بروندي، كسب بروندي 1-0. اول لقاء هو اللي كان فيه تعادل، واللقاء الثاني كسب بروندي 1-0. كان غضب كبير جدا من جمهور السنغال.